ايش قد تصير سرقات بالشعاب الدراجات الناريه والتكاتك والله بكثر صايره بس لو ما الكاميرات وكشف الكاميرات انا هسه بدي احكي لك على الكاميرات اي يعني انا تقريبا الكاميرات 75% كشف الجريمه صح اذا مو اكثر اي اذا مو اكثر عندك اذا مو اكثر صح 75 لان مالت الشرطه يلزم له واحد يبقى يسال بالسوده صح هاي بعيده هاي بالصدف لما بوصل تصير 75 او 80 يقول لك كشف الجريمه هي بالكاميرات زين بالكاميرات ضروريه كل بيوتنا لازم تقل مؤسسات الدوله بالشوارع هاي الكاميرات الحراريه شوف لو ما الكاميرات ما كشف هو قتلت هذا الصحفي او غيره او الصحفيين صح يعني هي ضروريه هاي كل ضروريه الكاميرا يعني احنا نتمنى كل بيت يخلوا ابو محمود احنا نحكيها يعني بدون مجامله هسه بعض الحكومه ممكن تعتمد على كاميرات بعض البيوت مال الناس صحيح تعتمد حتى تكشف جريمه زين احنا ليش ما نعمم هذا الموضوع ليش ما نفعله بشكل اكبر صحيح. نستعين بكاميرات نستعين بكاميرات الناس منظومه صح لو مو صحيح صحيح هي صحيح المفروض يعني هذا إيه؟ لا صحيح مو مفروض انه ما تصير هاي لازم المفروض وتصير واحنا وضعنا استثنائي ابو محمود احنا ما يتحمل وضعنا لازم وضعنا الامني مو يعني مو ذاك الوضع رك مو ذاك القوه اللي بيه وتممن وتمشي طيب مو الكاميرا تكشف لك ما حد يكشف لك نهائيا هاي طيب هي موجوده ابو محمود هي موضوعه منظومه الكاميرات المراقبه موجوده لكن ما موجوده بكل المناطق ما موجوده صحيح بالمداخل صحيح والمخارج ما موجوده صحيح بالمناطق صحيح اللي احنا مثلا مشخصيه هذه المناطق تصير بها احداث هذه المناطق تصير بها مشاكل الرخوه ماكو بيها صح ماكو المفروض احنا نفعل هذا صحيح الموضوع لان هو جزء اساسي احنا شد على وجود القناه مالتك انه هذا الشغله سوي لنا اياها باسرع وقت يسوي لنا ان شاء الله.